السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. بالتأكيد مشاهدينا، خلونا في البداية نتعرف على عناوين حلقتنا اليوم. في سيدتي اليوم، أول كفيف يقدم مسرح الطفل في الشرق الأوسط، التحذير من الجروبات المروجة للحميات والتغذية، فاطمة الحارثي فنانة تشكيلية ونحاتة موهوبة تهوى جمع الأحجار الغريبة، التوحد فعاليات متزايدة تتبنى دمج التوحديون في المجتمع، رعيتمونا صغارا نرعاكم كبارا مبادرة مجتمعية تطوعية تخدم فئة كبار السن، من غرف الأشعة إلى عالم التصوير تجربة المصورة الفوتوغرافية وعد إدريس في سيدتي. مشاهدينا، بعد ما تعرفتم على عناوين حلقتنا اليوم، أحب أذكركم بالتواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا حسابنا على تويتر، وفي حال فاتتكم أي فقرة أو أي حلقة يمكنكم متابعتها على اليوتيوب. بعد طبعا ما تعرفنا على العناوين وذكرناكم بالسوشيال ميديا والتواصل معنا مشاهدينا، خلونا نتكلم أو نتعرف على أكثر أعمال المنزل عبئا على السيدات، وهي غسل وتجفيف الملابس. خلونا نتعرف من خلال تقرير على أبسط الطرق السهلة والبسيطة لتسهيل هذه المهمة لربات المنزل. أكثر أمر متعب وممل بالنسبة لك سيدتي أن تقومي بكي الملابس، وخصوصا بعد غسلها. لذلك أعددنا لك عدة حيل مدهشة لتسهل لك طريقة كي الملابس. استخدمي الخل الأبيض من خلال إضافته إلى مياه شطف الغسيل، حيث يساعد على تخفيف الثنيات، ولا تقلقي فإنه لن يترك رائحة على الأقمشة. لا تضعي الكثير من الثياب في الغسالة والنشافة، فكلما كانت الثياب في الغسالة أقل كلما كان ذلك أفضل. أضيفي بعض كرات التنس أو كرات النشافة، حيث تساعد على أن تجف الملابس بشكل أسرع وتتفادى التجاعيد، وذلك عن طريق تحريك الهواء حولها. علق الأشياء الخاصة بك أو إثنيها بمجرد أن تخرج من الغسالة أو النشافة. أكيد نصائح هامة لكل ربة منزل وامرأة وسيدة. مشاهدينا، الآن خلونا ننتقل لفاصل قصير، من بعده بالتأكيد فقرة سيدتي مستمرة معكم. في سيدتي بعد الفاصل، أول كفيف يقدم مسرح الطفل في الشرق الأوسط،